السلام عليكم، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نهار جديد، فلوق جديد. حنا في مدينه ديال بوكيت اللي معروفه بزاف تايلاند ومدينه ديال لي سبورتيف. اليوم ان شاء الله بغيت نعرفكم على الرياضه ديال الموي تاي اللي هي رياضه معروفه ورياضه شعبيه في تايلاند. غادي نوريكم ان شاء الله لاش كتليق، شنو هما الحوايج اللي كتخدمهم في لوكور، وفي نفس الوقت غنوريكم الضربات ديالها اللي اكزاكت، وغنوريكم كاع داكشي اللي كيتعلق بالموي. خليكم معايا غنمشيو للصال. حنا دابا وصلنا لاصال، هذا هو الكوتش اللي غادي تريني معنا اليوم، الكوتش اللي عزيز عليا اللي كتريني معاه ديما هنا في تايلاند. عنده تكنيك زوين، شامبيون شي 10 ديال المرات ديال الموي تاي هنايا في تايلاند، وخمسة المرات في العالم، معروف هنايا في لاصال. غادي نوريكم باش كنبداو، فاش كيلاه كندخل لاصال اشنو كتبدا وكيفاش كتسخن، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الضربات ديال الموي تاي ونوريكم كيفاش غاتريني. باش يلا كتدخل لاصال كيعطيوك البن باش كتريني، كدير 15 دقيقة ديال ها كيفاش كتخدم. 15 دقيقة ديال البن كيعطيوك 15 دقيقة هنايا في هاد القنوات وفي هاد زيت الكيلوات، وكتبدا خدام بحال هكا خدام كاع لي بوزيسيون كاملين 15 دقيقة نون ستوب باش كتسخن مزيان. ملي كتسالي التسخينات كدير ستريتشينغ، من ورا ستريتشينغ كنديرو البونداج. ها كيفاش تبون الطريقة الصحيحة ديال البونداج. فاش كتسال التسخينات وكدير البونداج كتجي كدير الشادو بوكسينغ، ولا معاك واحد كيعلمك كيفاش تضرب. انا غادي نوريكم دابا الضربات ديال البوكس كيفاش غادي، الضربات ديال الموي تاي كيفاش غادي نوريهم. هادو هما جميع الضربات، هادو معروفين ديال البوكس، مي كاينين حتى في الموي تاي. باقي عندنا ضربات بالكود، ضربات بالركبه، وضربات بالرجل.
يعني المويتاي كتخدم به لو كور كامل، يعني اللي بغى يقاد لو كور ديالو يخدم غير المويتاي كيخدم لو كور كامل. بقاو معايا باش تشوفوا الضربات الطاي. هادو بعض من الضربات ديال المويطا كي شفتو، ضربات ديال الكول، ضربات ديال الرجل، ضربات ديال الكور كامل. غنبقاو دابا غادي نشوفو التصحيح ديال الضربات ديال المويطا. انا غادي نحط ليغات وغنضربو شويه في ليبا. بقاو معايا. فاش كنبغي نضرب البوشيه عندنا بزاف ديال الضربات. الناس كيضربو، كاين اللي كيضرب بحال هكا، كاين اللي كيضرب بحال هكا، كاين اللي كيضرب نيجي. مي الضربه الصحيحه خصك ديما تجمع يدك مزيان وتضرب بحال هكا، كتبروتيجي هنايا في نفس الوقت لافورس عندك في هاد الرجل ما تضربش وانت واقف، وفي نفس الوقت كتدفع بكتاب. هادي هي الضربه ديال الايد اليسريه. عاد عندنا الضربات ديال الالبو ديال الكود. عندنا كتزيد لاكوش وكتضرب بالكود ديالك بلا ضربه بحال كتجر شي واحد. ديس وان لاكوش كتمشي بها كتضرب هاب نزل التقل ديالك كامل. عاد عندنا اب البو البو الفوق بحال غادي نمشط راسي هاب لا غوش ديالو. عاد عندنا البو غوتاسيون هكا هاو لا دروات كتبقى لاصقه ياك. شوف كيفاش كتدير، شوف لا غوش هنا لا غوش هنا كتضرب لا دروات. دابا غنخدمو ضربة ديال الركبة ني، غنبداو بلا دروات. شوش كدير؟ كتمشي كتوقف على صبع رجلك كتهبط الإيد اللي غتضرب بالرجل ديالها اليمنية كتضرب بالإيد اليمنية كتهبطها وكتضرب بالرجل اليمنية باش لافورس كتزيد. دابا غنشوفو صحيح ديال الضربات ديال الميدل كيك. الضربات ديال الرجل هنايا هذا المكان هو الميدل كيك اللي كيقولها ميدل كيك. هاد الضربة هادي أكثر هي كيديرو فيها غلط، هي الضربة الصحيحة ديال الناس كيضربو بحال هكا كيقولك راه كنهبط بيدي، ولكن الضربة شو هنا الضربة ملي كديرها كتفك ما كيخدمش مع الكور ديالك وليهوش ما كيخدموش، انت عاد كتشيل ورجلك كتكون بحال هكا. هي نورمال نورمال خاصك تمشي هنايا توقف على صبع رجلك ياك بحال كتشيل شي حاجه بلا دروات ديالك لايك كضرب هاب هاب كضرب شو يديك
كيفاش كتشوف. هاد الفيديو غنكونوا سالينا الحصه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو كامل وهادشي اللي شرحت لكم. هادشي ماشي كلشي، باقي ان شاء الله فيديوهات جايين غنشرح لكم لي بلوك، غنشرح لكم كيفاش كتلعب كومبا، شنو هما لي كلي ديال الكومبا وكلشي ان شاء الله. هي رياضه المويطاي كي شفتوا معايا، كنتمنى نكون عطيتكم واحد الفكره صغيره عليها ونحمسكم باش ديروها. هي واحد الرياضه اللي ما كيعرفوش الناس بزاف، مي راه كتخدم لوكور كامل. الناس اللي بغاو يطيحوا الوزن، الناس اللي بغاو يقادوا لا فورم ديالهم، راه فيها يعني ملي كتضرب بليكود كتضرب بالرجلين باليدين، يعني لوكور كله كيخدم وفي نفس الوقت كتستافد بزاف ولي ميسكل ديالك كيقصاح. كنتمنى تجربوا هذه الرياضه اللي غتعجبكم بزاف، جربوها في اي مدينه كنتوا ولا دوله كنتوا، راه غتلقاو لي صال ديال الموي تاي دابا راه ولاو معروفين. وكيف كتسمى عندنا البوكس تاي، يعني الناس اللي ما كيعرفوش الموي تاي كتقول ليه لا بوكس تاي راه غادي يعرفها. وكنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وان شاء الله باقي غادي ندير دي فيديو اخرين كيف لكم فيهم بزاف ديال الامور، وغنزيد نبسط لكم ونزيد نشرح لكم. وشكرا وكنتمنى يعجبكم هادشي. والحمد لله سلام ديالنا ديال السبور، كيف شفتوا دازت زوينه، شفتوا لي تكنيك ديال الموي تاي، تعرفتوا على الموي تاي. من بعد لو سبور اشنو كنديروا في تايلاند، كنجيو كنفطروا مي فطور هيلتي كيف غادي تشوفوا معايا دابا لي بلا، وغادي نشرح لكم كاع لي بلا شنو فيهم، وكاين دي بلا اخرين اللي نقدر نوريهم لكم ان شاء الله في فيديو اخرين. شوفوا معايا لي بلا بعدا شنو فيهم. Thank you.
هذا هو الفطور ديالنا. وبقاو معايا باش تشوفوا ان شاء الله شنو كنديروا في النهار كامل. شوف كيفاش كنعيشوا هنايا في تايلاند وشنو هما الحوايجات اللي زوينين باش نشجعوكم حتى نتوما باش تصوروا هذا البلاد. ودابا غادي ندخلوا للقهوه ديالنا. من بعد الفطور كنشوفوا هذه القهوه، واحد القهوه فيها قهوه خطيره. شوفوا كي دايره هنا قهوه عاديه. انا غنوري لكم الناس كلشي كيترينيو. شي وحدة نص نص والله. نقول لك ماشي شحال. تسبق تسبق تجيب لها قهوة. All Moroccan now see. هذا هو الهندي كي صوب معانا. اوكي جيف مي باينابل. اجي تشوفوا كيفاش كيصوب. كنبداو بالمونغ. ها كيفاش كينقيو المونغ. كيدير الاناناس دابا. كيعصر لك غير الماء ديالو. عاد كيعصر المونغ بوحدو في بلاصة أخرى. وعاد كب الأناناس مع المونغ. هادشي علاش كيجي زوين بزاف. Thank you very much, bro. Beautiful. Beautiful pass. وبالنسبة للوجبة ديال الغداء حتى هي هادي ايبر بروتيين، صدر ديال الدجاج، مي مصوبينه بواحد الطريقة زوينة، شوفوا كي دايرة. هو هذا. كيكونوا كيرقدوا في العطرية وكيبيتوه باش كيكون رطب، ما كيجيش قاصح في الماكلة. وعصير بيان سور ديال المونغو والاناناس بلا سكر. هذا هو وجبة الغداء ديالنا. وصلنا للنهاية ديال الفلوغ. كنتمنى نزيد ان شاء الله ندير لكم حوايجات اخرين زوين على تايلاند. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ هذا. وشكرا وتهلاو في راسكم.